أهلا بكم في نشرة إخبارية منفصلة من قناة الفلوجة. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه النشرة بأهم العناوين. أربيل تثمن جهود عبد المهدي بحل القضايا العالقة وتؤكد يقوم بدور وطني. واشنطن تتراجع عن مساعيها لتغيير نظام إيران، وطهران تتهمها بزعزعة الأمن. حكم عراقي على رابع فرنسي بالإعدام بتهمة داعش، وباريس تعلق على القرار. صالح يؤكد دعمه لجهود المرعيد في إعادة الموصل لدورها الوطني والريادي. أكدت حكومة إقليم كردستان أن العلاقات مع الحكومة الاتحادية جيدة جداً، وفي مؤتمر صحفي مشترك قال وزير مالية الإقليم ريباز حملان أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يؤدي دورا إيجابيا ووطنيا كبيرا. علاقتنا مع الحكومة العراقية جيدة جدا، والسيد رئيس الوزراء العراقي يؤدي دورا إيجابيا ووطنيا للغاية، استطاع الحفاظ على التوازن السياسي. نحن نقدم شكرنا له باسم حكومة إقليم كردستان. حصة الإقليم من الموازنة لهذا العام جاهزة، وستصل من بغداد فور تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة. وأشار وزير المالية في حكومة الإقليم ريباز حملان إلى أن حصة كردستان من الموازنة ستصل فور تشكيل حكومتها الجديدة، وفي الوقت الذي أكد فيه استمرار توزيع رواتب موظفي الإقليم بعد وصولها من بغداد، نفى حملان وصول مستحقات البشمركة. بغداد أرسلت 9 رواتب لموظفينا خلال عام 2018 بمبلغ قدره 1,857,000,000,000 دينار. حكومة إقليم كردستان دفعت 6,475,000,000 دينار لرواتب الموظفين خلال 9 أشهر من العام الماضي. أرسلت بغداد رواتب 5 أشهر في العام الحالي بمبلغ قدره 1,262,000,000,000 دينار، فيما أضافت حكومة إقليم كردستان أن عليها مبلغا لدفع الرواتب يقدر بتريليون وثمانمائة وواحد وثلاثين مليار. نطمئن موظفي إقليم كردستان بمواصلة دفع الرواتب مرة كل 30 يوما، ما يتم تداوله بشأن إرسال 4 رواتب إلى البشمركة عار عن الصحة. الحكومة المركزية لم تدفع شيئا من مستحقات البشمركة حتى الآن. تراجعت الولايات المتحدة عن مساعيها لتغيير النظام الإيراني الذي تتهمه بتمويل الإرهاب في المنطقة، وقال الرئيس دونالد ترامب إن ما تريده واشنطن هو الحد من السلاح النووي في العالم. أعرف الكثير من الإيرانيين، هناك فرصة لإيران أن تكون بلدا عظيما له نفس القيادة. نحن لا نبحث عن تغيير النظام ولا نتطلع إلى إيذاء إيران على الإطلاق، وكل ما نريده هو عدم وجود أسلحة نووية، فلدينا مشاكل كافية في هذا العالم الآن مع الأسلحة النووية. في المقابل أكدت طهران أن سياسة الحظر الأمريكية عرضت أمن الخليج بأسره للخطر، لكنها أعلنت استعدادها للحوار والتعاطي البناء مع دول المنطقة، وذلك بحسب ما صرحه مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي خلال زيارته إلى الكويت. وناقش عراقشي مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد آل صباح التطورات الأخيرة في الخليج، وأشار إلى أن السياسة المبدئية لإيران تقوم على إرساء دعائم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج كما ذكر، حذرا في الوقت ذاته دول المنطقة من تداعيات التصعيد الأمريكي المستمر حسب قوله.
هذا و تفضل. ويخشى العراق من تداعيات سلبية للصراع الأمريكي الإيراني ومحاولات الجانبين من تحويل البلاد لساحة صراعات وحرب بالوكالة، يكون العراق هو الخاسر الوحيد فيها. إن هذه الأزمة بين إيران وأمريكا سوف تؤثر بشكل من الأشكال على إقليم كردستان أيضا، خصوصا بعد منع الكثير من المواد الأساسية التي استردت من الذين استوردوها من إيران. إيران جارة لنا ونحن في الإقليم نتبع السياسة العامة الخارجية للعراق، هذا من جانب. الجانب الثاني، هناك اتفاق تجاري بيننا وبين إيران نحن ملتزمون به، وهذا لا يتعدى العقوبات الأمريكية. نحن نحترم الجانبين ونريد أن يكون كردستان وعراق بشكل عام بعيدا عن هذه التأثيرات الجانبية. بالتأكيد الاصطفافات الموجودة في المنطقة والصراع الأمريكي الإيراني المفترض، أنا باعتقادي هو تحشيد القوات بما يتعلق بصفقة القرن الموجودة والتي تسعى هي الولايات المتحدة الأمريكية بأن تضغط على دول المنطقة، وليس إيران فقط ولكن دول الخليج وأيضا مصر، وعراق جزء من هذه المعادلة. وخاصة هذه الاصطفافات لديها رؤى مختلفة ولديها تفسيرات وتحليلات أخرى. أنا باعتقادي العراق بصورة عامة يجب أن يكون بمعزل عن هذه الاصطفافات. يجب العراق الآن بدأ بمرحلة التعافي بعد داعش، لا يجوز للعراق أن يدخل في مرحلة أخرى، مرحلة يعني تدهور الوضع الاقتصادي، تدهور الوضع الأمني. العراق لا يتحمل كثير مما تحمله في الماضي عبر أربع عقود سابقة. مع تصاعد التوتر الإيراني الأمريكي والتلويح بالحرب والعقوبات، مخاوف من تأثر الاقتصاد العراقي وفرص الاستثمار. بدأت المخاوف تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في العراق، لا سيما قطاع التجارة والاستثمار، رغم رسائل الطمأنة التي أطلقتها حكومة عبد المهدي بتوقعها عدم نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وحتى لو وقعت فإن العراق لا يكون ساحة حرب لها. يترتب على العراق أنه لابد أن يلتزم بحماية البعثات الدبلوماسية وكذلك المستثمرين الأجانب الذين يعملون في الأراضي العراقية وفقا للاتفاقيات الدولية، كانت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكذلك الاتفاقيات الخاصة بالاستثمار وحماية المستثمر. وبالتالي أتوقع أن الحكومة العراقية ملتزمة التزام تام بحماية البعثات الدبلوماسية والمستثمرين. بعد تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، يبدو أن عددا من المستثمرين المحليين والأجانب قرروا تأجيل المباشرة في استثماراتهم داخل العراق في مختلف القطاعات بسبب تنامي المخاوف حول مستقبل الأزمة الحالية وانعكاساتها الأمنية على البلاد. الدول المتاخمة العراقية الأخرى ستتأثر، التجارة ستتوقف، تصدير النفط سيتوقف، حرب يعني هناك موالون داخل العراق أيضا لجار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أيضا سيتحرك تحرك شديد، ضرب هنا سيكون قصف لبعض المواقع للمصالح الأمريكية، حقيقة ارتدادات لا تحسب ولا تحمد أقواها. يبدو أن التوتر الحالي وجد صداه سريعا على الاقتصاد العراقي، لا سيما أن كثيرا من المشاريع قد تأجلت بسبب الأزمة، ومستثمرون جمدوا خطواتهم في العراق، وبعض أصحاب رؤوس الأموال باشروا بنقلها إلى خارج البلاد. استمرار الأزمة الحالية بين واشنطن وطهران بدأ يثير المخاوف لدى العراقيين من تداعياتها الأمنية والاقتصادية على البلاد. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد. ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية من بغداد الأستاذ إبراهيم السراج، كاتب ومحلل سياسي. أهلا بك يا سيد إبراهيم. إذا دونالد ترامب يصرح اليوم من اليابان بأنه لا يسعى لتغيير النظام الإيراني، وبالتزامن مع ذلك أيضا يعني تعود حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن إلى المياه الإقليمية، ما معنى ذلك؟ يعني بالتحديد ان قضيه الحرب ليست سهله، يعني من جانبين، الجانب الايراني وواشنطن، يعني ليست قضيه سهله. يعني هذه ليست هي حرب مثل ما حدثت في العراق وغير منطقه وحتى في الصومال، لا ابدا. يعني اليوم ايران تختلف قواها وتختلف، تمتلك منظومه صواريخ باليستيه، وايضا ما تملكه ايران موقعها الاستراتيجي، لذلك هي
واشنطن هي كانت مصرة على الحوار والدفع باتجاه حوار مع طهران التي ربما الآن فتحت أبواب الحوار وتريد أن تدفع باتجاه تبسيط أو اختفاء الأزمة وما شابه ذلك. لذلك أنا أعتقد أن الحرب تنشب، الحرب ليست سهلة جدا، ليست على العراق فقط بل على المنطقة بأكملها. يعني الآن الطرفين هم دول عظمى، دول عملاقة ضخمة، دول إقليمية، يعني صراحة هي ليست قضية سهلة. مرات الإنسان يأخذ البعد العاطفي وما شابه ذلك، ولكن تداعيات الحرب على المنطقة تداعيات خطيرة جدا. لذلك أعتقد الإدارة الأمريكية هي أيضا درست الخيارات كثيرة، طهران أيضا درست خيارات كثيرة. لذلك أنا أعتقد لا يمكن تكون حرب، ولكن هناك حوار والخروج من الأزمة وتجنيب المنطقة وإيلات الحرب والحصار وما شابه ذلك. سيد إبراهيم، يعني أنت ترجح أن يكون ذلك تراجعا أمريكيا عن لهجة التصعيد التي كانت في الفترة الماضية؟ هناك من يقول أن هذه التهدئة ما هي إلا محاولة من أجل يعني تأجيل الحرب أو إعطاء وقت للتجهيزات بشكل أكبر، ما رأيك بهذا القول؟ يعني هذه آراء معينة، هذا تحليل معين لشخص معين، ولكن أنا أعتقد أنه حتى بقضية أنه اليوم الجندي الأمريكي اللي يبقى في البحر في بارجته أو باخرته أو طائرته أو في قاعدته يكلف الولايات المتحدة أموال ضخمة. لذلك الولايات المتحدة يعني الآن تجارب يعني في الحرب على العراق، في الحرب على الصومال، في مناطق في باكستان، في أفغانستان، هذه كلفة وكلفة كبيرة جدا يعني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي الأزمات المالية. لذلك أنا أعتقد أن يوم حتى واشنطن يعني هي تريد الحوار، ولكن الآن في نفس الوقت هي طهران تريد أن تضمن حقوقها ولا تريد إملاءات من قبل واشنطن. يعني الآن الحديث عن أنها تغيير نظام، يعني هذه يعني من المضحك على السياسة الأمريكية أن تتحدث هكذا منطق أنها تريد تغيير طيب. نظام، وبالتالي هذا سوف يجلبها أعداء وما شابه ذلك طيب. ليست هذه الدول سهلة المنال يعني الآن. نعم سيد إبراهيم، يعني أنت تذهب القول أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي يعني مستعدة للحوار مع إيران، أو أنها يعني هذا ما كانت تريده منذ البداية، هدفها من التصعيد كان إجبار إيران على الجلوس على طاولة الحوار وإجبار إيران أيضا على التنازل في بعض الملفات الإقليمية التي تزعج واشنطن على ما يبدو في اليمن، في سوريا، ما رأيك بذلك؟ هل نعتقد أن واشنطن نجحت في استدراج إيران إلى طاولة الحوار؟ لا، هي ليست قضية استدراج إيران إلى طاولة الحوار. أولاً هو الحوار ثقافة أو سياسة الدول العقلانية. أنا أعتقد الآن عندما تريد أن تدخل حوار لا يجب عليك أن تملك إملاءات على هذا الدولة أو تلك الدولة، لا أبداً. يعني الآن هذا الوضع غير 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 مجدي اليوم، هذا الوضع يعني يفترض بالسياسة الأمريكية أن تكون أكثر عقلانية وأكثر احترام لاحترام سياسة الدول. اليوم أنت حتى تدخل في حوار، يعني إحنا نسميه حوار، لكن عندما يتحول إلى شروط صار إملاءات. لذلك نفس الحالة، هو الإيراني عنده شروط وعنده كذا ما شابه ذلك، وعنده ضوابط وعنده آليات وعنده حقوق، يقول لك أنا نفس الحالة، أنت دولة وأنا دولة، تعال حاورني أنت. طيب أما أنه أنت الآن تريد أن تجلب شروط وتحاول أن تجلب الطرف الإيراني وكأنه هو أسير وتملي عليه ويوقع مثل ما صارت بخيمة الصفان، لا أبدا. العراق الوضع في إيران يختلف اليوم، السياسة الإيرانية نعم. تختلف، مبنية على العقلانية. نعم السياسة الإيرانية تريد تجنيد، لا تريد أن تدخل في حرب، بالمناسبة لا تريد أن تدخل في حرب. الحرب مكلفة لإيران، لأمريكا، للعراق، لدول المنطقة بصورة عامة. لذلك أعتقد إذا كان هناك ثمة حل الأزمة فيتم من خلال الحوار المبني على احترام سيادة الدول، لا المبني على إملاءات. اليوم الوضع يختلف اليوم. نعم، لكن سيد إبراهيم، يعني على ما يبدو أن إيران التقطت الرسالة سريعا عبر تصريحات لمساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، قال أن إيران مستعدة للحوار ومستعدة للتعاون البناء، وأنها منذ البداية تهدف إلى إرساء السلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي. نعم، يعني اولا خلينا ست آلاء تشيش قضيه. يعني اولا الذي خرج من الـ من الـ من الـ من الـ الاتفاق النووي 5+1 هي امريكا. واشنطن عندما صعد ترامب الى صدد الحكم هو الذي مزق الاتفاق وخرج عن الاتفاق، لم تكن ايران هي التي خرجت ولا الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي لا زال متمسك بالاتفاق،
ولا زال يعمل على أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق. وهذه هي كانت بداية الأزمة عندما تسلم ترامب سدة الحكم في البيت الأبيض، هو الذي خرج من الاتفاق النووي 5+1، وبالتالي هو الذي ربما زاد من المشكلة وزادت الأمور تعقيدا، وبالتالي أنه التصريحات وما شابه ذلك. فيما يخص الأوضاع المنطقة بسرعة، يعني أوضاع المنطقة تحملها الدول الكبرى، يعني الأوضاع في سوريا، الأوضاع في اليمن، دول كبرى هي لها الدعم الكبير في هذا الحرب وما شابه ذلك. الولايات المتحدة، مجلس الأمن، الاتحاد الأوروبي، الجماعات الإرهابية المتطرفة. لذلك الوضع أنت حتى تحلها هاي منظومة المشاكل والعقد تحتاج إلى حوار، ما تحتاج إلى إملاءات اليوم. ما ممكن نحل مشكلة بالإملاءات وما شابه ذلك. لا، علينا أن نفتهم انه المقابل لديه حقوق وانت لديك حقوق، والحق الاكبر هو انه نجنب المنطقه ويلات الحرب، وبالتالي هذا هو العنوان الذي يتحرك منه الولايات المتحده، مجلس الامن، الاتحاد الاوروبي، نعم، روسيا، الصين وما شابه ذلك، دول الخليج. نعم نعم، اتضحت الصوره. الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ ابراهيم السراج، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من بغداد. الاخبار مستمره. قضت محكمة في بغداد بإعدام فرنسي رابع بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش بحسب ما قال مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية. يأتي هذا القرار بعد أن أصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام للمرة الأولى بحق 3 فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي. ذكر مسؤولون أمنيون أن المحكومين اعتقلتهم ميليشيا سوريا الديمقراطية غربي سوريا، ونقلوا مع 9 فرنسيين آخرين إلى العراق في شباط الماضي. ويمثل أو ويمثل 14 فرنسيا أمام القضاء العراقي، فضلا عن مئات المقاتلين الأجانب وفق اتفاق عراقي مع دول عدة لمحاكمة الإرهابيين الأجانب داخل العراق. الخارجية الفرنسية من جانبها أكدت أن باريس قامت بالإجراءات اللازمة لدى السلطات العراقية لتذكيرها بمعارضتها عقوبة الإعدام، فيما أبدت احترامها لقرار بغداد. الخارجية وفي بيان لها قالت إنها تعارض من حيث المبدأ في أي وقت وفي أي مكان عقوبة الإعدام، وأن السفارة الفرنسية لدى العراق تقوم بالإجراءات اللازمة لدى السلطات العراقية لتذكيرها بموقفها الثابت. كما أوضحت أن الأشخاص يتلقون مساعدة من القنصلية لضمان تمثيلهم القانوني قبل استئناف متوقع للحكم يمكن أن يتقدموا به خلال 30 يوما. قبل رئيس الجمهورية برهم صالح محافظ نينوى الجديد منصور المرعيد ورئيس جامعة الموصل وخلية الأزمة دكتور مزاحم الخياط في قصر السلام، وبحث اللقاء آخر التطورات في نينوى وجهود إعادة الإعمار وتوفير الخدمات، حيث أكد الرئيس صالح وجوب العمل الجاد والسريع لإعادة مدينة الموصل إلى سابق عهدها وتجاوز الخلافات التي تركت آثارها على نينوى وأهلها، مشيرا إلى حاجة الموصل لدعم حكومي ودولي. هذا وأكد المحافظ تركيز الجهود على أولى الخطوات نحو تنشيط الاقتصاد من خلال تعزيز الأمن في المحافظة، وثمن جهود الرئيس بدعم الاستقرار في نينوى. قالت وزارة الكهرباء أنها قدمت تقريرا مفصلا للولايات المتحدة الأمريكية عن واردات الغاز والكهرباء من إيران،
وعن اقتراحات للبدائل في حال امتثلت بغداد للعقوبات على طهران. وذكر المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في تصريح للفلوجة أن العراق بحاجة إلى 4 سنوات لإيجاد بديل عن الواردات الإيرانية من الغاز والكهرباء وتأهيل الحقول العراقية، مؤكدا إبلاغ الجانب الأمريكي بذلك. وجدد المدرس التزام وزارة الكهرباء ببرود العقوبات الأمريكية على إيران، خاصة فيما يتعلق بنقل أموال العقود المبرمة بين بغداد وطهران. وقال المدرس إنه في حال نشوب أي حرب بين الولايات المتحدة وإيران، فإن الجانب العراقي حصل على تعهدات باستمرار حصوله على حصته من الغاز والكهرباء الإيرانية، وذلك من خلال استثناءات قدمتها واشنطن، مضيفا أن وزارة الكهرباء شكلت خلية أزمة للتعامل مع أي طارئ. في حال نشوب حرب، يعني احنا يعني يعني احنا لا يمكن التكهن يعني بأن ما الذي سيحدث وما هي حجم الاشتباكات أو حجم الضربات، سواء كانت يعني أرضية أو جوية. هذا الأمر يحدد المعطيات اللي راح تحدث في المستقبل. نتوقع بأنه يعني هناك وعود بأنه الغاز مستمر والكهرباء مستمرة، وهناك استثناءات من الجانب الأمريكي لموضوع الغاز المستورد والكهرباء المستوردة من الجمهورية الإسلامية في إيران. تنخفض ساعات تجهيز مدينة الفلوجة بالكهرباء الوطنية مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ضمن علاقة عكسية متجددة في كل موسم صيف. انخفاض ساعات التجهيز يزيد من أسعار كهرباء المولدات الأهلية التي تعتمد على عدد ساعات التشغيل. 12 ساعة يومياً هي الكمية المحددة من وزارة الكهرباء بتجهيز محافظة الأنبار بالتيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة. المواطنون في الفلوجة يرون أن ارتفاع أسعار كهرباء المولدات الأهلية سببه الانخفاض الكبير بعدد ساعات الكهرباء الوطنية. بالحقيقة مشكلة كبيرة نعاني منها في محافظة الأنبار وخصوصا في مدينة الفلوجة من قلة تجهيز ساعات الكهرباء، وهذا بالتالي يؤدي إلى تشغيل كبير للمولدات الكهربائية، وسعر سعر الأمبير يزداد بازدياد التشغيل، وهناك عداد لهذه الكمية وقياس العدد والمبلغ والسعر، وهذا كله يعود بالمشكلة على المواطن. الخطوط الناقلة للكهرباء من المحطات الكبرى باتجاه الأنبار بحاجة إلى تأهيل مستمر، لأنها غير قادرة على تحمل رفع مستوى التجهيز. بعدما أن وزارة الكهرباء تتحجج أن هناك ضعف في نقل خطوط الطاقة أو عدم صيانتها، ونحن نلاحظ أن مدينة الفلوجة من خلال 3 سنوات مجرد أنه بس يصير عطل يلا يسوون صيانة، ماكو صيانة دورية لخطوط نقل الطاقة. لجنة الطاقة في المجلس المحلي في الفلوجة تؤكد أن حصة المدينة من الطاقة تبلغ 185 ميجاوات، إلا أن التجاوز على الشبكة الكهربائية زاد من ساعات انقطاع الكهرباء، فضلا عن حاجة المدينة إلى إعادة إعمار المحطات التحويلية. الخطوط الناقلة من بغداد ومن اليوسفية، وهذه الخطوط فيها قطوعات كبيرة، يوميا قطوعات من 2 إلى 3 ساعات أو 1.5 ساعة في هذه الخطوط، وهذه الخطوط والانقطاعات تؤدي إلى عرقلة البرمجة في داخل مدينة الفلوجة. الكهرباء والشبكة الهوائية في مدينة الفلوجة اعتبارا من 2017 لحد الآن ولم يجري أي تحسن على الشبكة الكهربائية. بعد 3 سنوات على تحرير مدينة الفلوجة وعودة أهلها إليها، ما يزال ملف الطاقة الكهربائية مشكلة متجددة في كل صيف، فساعات التجهيز تقل مع ارتفاع درجات الحرارة. لقناة الفلوجة سلام خالد. مشاهدينا، هذه نشرة مستمرة ونتابع فيها لكن بعد قليل. أكثر من 6000 دونم حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال 18 يوما. أعلنت شرطة الأنبار عن تدمير معسكرين لتنظيم داعش خلال عملية عسكرية خاصة في المناطق الغربية للمحافظة. وذكرت قيادة الشرطة في بيان لها أن العملية التي استهدفت مناطق عامج والحسينيات أسفرت أيضا عن اعتقال عدد من عناصر التنظيم وضبط أجهزة إلكترونية واتصالات كان مسلحو داعش يستخدمونها.
وأضاف البيان أن الشرطة أحرقت الكثير من المؤن التي كان يستخدمها عناصر التنظيم في تلك المعسكرات. الحشد العشائري في الأنبار دعا إلى إسناد القطاعات الأمنية في المحافظة بطائرتين لتنفيذ عملية خاطفة ضد عناصر داعش الإرهابي. يا رأيت يعني احنا نتمنى لو تفرغ طيارتين هليكوبتر من النوعيات الجيدة اللي موجودة حاليا عندنا، تتفرغ بأمر قيادة شرطة الأنبار تكون، يعني هم طيارين أكيد طيارين يعني خاصين طيران الجيش، ولكن هاي يكون واجبها تكون متفرغة مع قيادة شرطة الأنبار، تخرج بأمر قائد الشرطة وتعود بأمر قائد الشرطة حتى نقدر نسوي أكشن سريع. نبقى في الأنبار. إذ أكدت رئيسة لجنة الصحة في مجلس المحافظة أسماء أسامة أن مستشفى الرمادي الذي تعرض لدمار كبير لا يزال قيد الإعلان لإعادة إعماره وعودته للخدمة. هذه المستشفى التي تعرضت إلى خراب شامل لكل أجزاء هذه المستشفى. المستشفى حاليا في قيد الإعلان لإعادة ترميمها وتأهيلها وإعادة الأجهزة الطبية بمبلغ 30 مليار. تم الإعلان قبل عدة أيام وسيتم الإعلان إلى مدة 21 يوم، ومن ثم يبدأ العطاءات ويبدأ تنفيذ العمل. نأمل لهذه المستشفى أن تعود إلى الحياة مرة ثانية لتقديم الخدمة إلى مواطني محافظة الأنبار. أعلنت مديرية الدفاع المدني حصيلة الأراضي الزراعية التي أحرقت خلال 18 يوماً، مبينة أن مجموع الحوادث بلغ 136 حادثاً. وقالت المديرية أن مجموع الحوادث التي أدت إلى إحراق المحاصيل الزراعية خلال 18 يوماً منذ 8 من أيار الحالي ولغاية الشهر 26 من الشهر ذاته بلغ 136 حادثاً. وأضافت أن مجموع المساحة المحترقة بلغت 6103 دونمات، فيما أنقذت أكثر من 11800 دونم من الحرائق. الدين الأجهزة الأمنية مسؤولية حرائق حقول المحافظة في جميع القواطع. وأكد المجلس أن على الأجهزة الأمنية تحمل المسؤولية الكاملة عن الحرائق التي تعرضت لها أراض زراعية واسعة في المحافظة وفي جميع القواطع المكلفة بحمايتها. وأضافت أن الأراضي الزراعية التي تعرضت للحرق بلغت أكثر من 8000 دونم في كافة مناطق المحافظة. أصدر مجلس محافظة صلاح الدين 4 قرارات بحق أصحاب المواشي في 4 مناطق بالمحافظة. وقال المجلس إنه تم التصويت بالإجماع على ترحيل مالكي المواشي من مناطق سامراء وتل الذهب وسيد غريب والدجيل، إضافة إلى مصادرة المواشي التي تتجول داخل المدن أو على طرقها الخارجية. وأضاف البيان أنه تم أيضا فرض غرامة قدرها 25 مليون دينار بحق المتسببين بحوادث السير من أصحاب المواشي، وتابع أن قيادة عمليات سامراء والأجهزة الأمنية كافة ستتولى تنفيذ ما جاء في القرار اعتبارا من تاريخ التصويت. وقال مدير الدفاع المدني في محافظة كركوك كاظم سلمان بوهان إن كركوك حلت بالمرتبة الثانية بعد تكريت من حيث الخسائر وكثرة الحرائق، لكنه أكد أن الوضع الآن مسيطر عليه على الرغم من قلة الكوادر والآليات في مناطق كركوك. تعلمون بأنه كثيرة هذا الموسم تكرار الحوادث الحريق سيما في كركوك وصلاح الدين من المسببات كثيرة، والحمد لله الخطة المسبقة اللي أعدتها الدفاع المدني العامة أوتت أكلها بحيث تم احتواء هذه الحوادث وعدم السماح لها بالتطور أكثر مما يجب.
رغم أن موضوعها هو محاصيل زراعية، لما يحين موعد حصادها تكون في أعلى مرحلة من الجفاف وتكون شديدة الحساسية تجاه أي مصدر ناري أو حراري. اليوم طلعنا ميدانيا على بعض المواقع الحقول، استشرفنا خطط الدفاع المدني للأيام المقبلة، زرنا سائل حبوب الكركوك، كوننا جملة من القناعات، تدينا اجتماع إن شاء الله بعد الفرق من هذا المؤتمر الموقر مع قيادات الدفاع المدني وضباط المراكز، نقيم ما سلف من مرحلة وما ينتظرنا من إجراءات إن شاء الله. ترتقب محافظة البصرة انطلاق تظاهرات حاشدة جديدة هذا الصيف للتنديد بالفساد والضغط على الحكومة من أجل مكافحته والقضاء عليه. وأعلن ناشطون شاركوا بقيادة تظاهرات الصيف الماضي عزمهم تنظيم تظاهرات أمام المنافذ الحدودية وأمام الموانئ، فضلا عن الآبار والمواقع النفطية خلال الأيام المقبلة. ذكر الناشطون أن الموانئ والآبار النفطية هي عصب الاقتصاد، ومن خلالها يحصل الفاسدون على أموالهم وتمرير صفقاتهم، فيما أكدوا أن إغلاق الموانئ وإيقاف التصدير سيكون هدف المتظاهرين في الأيام المقبلة. وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي هيئة التقاعد الوطنية بتسهيل احتساب خدمة أجراء اليوميين. وجاء في نص من وثيقة صادرة عن مكتب عبد المهدي تذكير الأخير لهيئة التقاعد بمذكرة الأمانة العام لمجلس الوزراء التي بينت بموجبها عدم الحاجة لصدور أوامر إدارية لتشغيل الأجراء لترويج معاملات الاحتساب طالما أن تشغيلهم جرى وفق الأصول القانونية النافذة. قررت وزارة الزراعة في إقليم كردستان حظر استيراد الدجاج من 27 دولة بسبب إصابات بمرض إنفلونزا الطيور. وقالت الوزارة أن إقليم كردستان يخلو من مرض إنفلونزا الطيور، لذلك تسعى الوزارة للحفاظ على خلو مدن الإقليم من هذا المرض من خلال اتباع عدة وسائل. احنا عادة كل شهر ننظم لستة بأسماء الدول اللي سجلت فيها مرض إنفلونزا الطيور من النوع شديد الضراوة، اللي هو نوعين H5 H7 اللي يصيب الدواجن ويصيب الطيور بشكل عام ويصيب الإنسان نفس الشيء. فلغرض حماية سلامة المواطنين وحماية مشاريع الدواجن في أقليم كردستان، احنا عادة استنادا إلى تقارير منظمة الصحة الحيوانية العالمية OIE اللي جميع الدول اللي تحصل به إصابات وحالات الإنفلونزا الطيور شديدة الضراوة ترسل تقاريرها إلى هذه المنظمة، وهذه المنظمة يعني تنشرها بالموقع الإلكتروني مالها وتدزلنا نسخ من هذه التقرير. فهاي الدول عادة احنا نمنع ونوقف استيراد الدواجن سواء كانت حية أو لحومها والبيض وجميع سواء كان بيض المائدة وبيض التبقيس وجميع منتجات الدواجن والبيض من استيرادها من هذه الدول اللي سجلت في مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة. حذر يسود أسواق إقليم كردستان على خلفية التوتر الأخير والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، خاصة أن التبادل التجاري بين الإقليم وإيران سيتأثر في حال التزام العراق بهذه العقوبات. تعاني الأسواق في إقليم كردستان عامة وأسواق مدينة السليمانية خاصة من مخاوف جراء التوترات التي تشهدها المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران. تطبيق العقوبات الأمريكية تجاه إيران قد يضر باقتصاد إقليم كردستان الذي خفض من العقود التجارية المبرمة مع إيران بحسب اتحاد المستوردين والمصدرين في الإقليم. في هذا الوقت وبسبب التوترات الحاصلة بين إيران وأمريكا هناك قلق وعدم وجود رؤية واضحة للتجار بما سيحصل، فلهذا العقود التجارية المبرمة تقلصت كثيرا وانخفضت مع إيران حتى لا يكون الضرر كبيرا ولا يكون ملزما بين الطرفين إذا ما حدث أمر ما. التلويح بالحرب وتصاعد التوتر وتأثير ذلك على الاقتصاد العراقي يجعل أسواق الإقليم غير مستقرة، وحتى تركيا باعتبارها بديلا عن إيران هي الأخرى يشهد اقتصادها تذبذبا في ظل انخفاض الليرة التركية أمام الدولار. بالتأكيد هذه الأوضاع أثرت على الأسواق في السليمانية والعراق، وبشكل عام تحدثت مع التجار في أربيل
هنالك الأوضاع أسوأ وحركة الأسواق متوقفة. أنا أجلب البضائع من تركيا أيضا، والوضع مشابه لما يحدث في إيران. ليست العقوبات على إيران وحدها ما يهدد عدم الاستقرار الاقتصادي في الإقليم، فأزمة الموازنة والنفط والرواتب التي ما تزال عصية على الحل بين بغداد وأربيل تلقي بظلالها على الوضع العام هنا في إقليم كردستان. في دهوك لا توصد المحال التجارية أمام الزوار، وذلك بسبب الاستقرار الذي تشهده المدينة، الأمر الذي ساهم بشكل إيجابي في ازدهار أسواقها وتجارتها. في أزقة هذه الأسواق وسط مدينة دهوك لا يبدو هذا المشهد مألوفا، فلا أبواب توصد هنا. هذه المحال التجارية تواصل استقبال زبائنها ليل نهار، ما يجعل من هذه الأسواق مختلفة عن غيرها من أسواق العراق. قبل 11 عاما كنا نفتح المحل صباح كل يوم ونغلق في وقت المغيب، وبعد مرور الوقت اقترحت وضع ستار في الواجهة وأبلغنا الحراس بذلك، ونأتي في الصباح والمحل مفتوح، واتفقت أنا وجيراني في العمل على هذه الفكرة وأبلغنا الحراس بأننا سنفعل ذلك، وبدأ أغلب أصحاب المحال بوضع ستاري في واجهة محلاتهم. وطالما عانى العراق من أزمات أمنية، لكن الاستقرار الذي تشهده محافظة دهوك جعل من هذه السوق عنوانا للأمن والاستقرار، حيث يترك أصحاب المحال التجارية أبواب محالهم مفتوحة في أوقات الصلاة وأيضا في موعد الإغلاق ليلا، ولا يغطيها سوى بعض الستائر المصنعة من القماش. بالتأكيد نشعر بالأمان والمكان آمن، ولم تحدث مشاكل في هذه السوق إلى الآن من بقاء محلنا مفتوحة. وضع ستار على الواجهة هو أسهل لنا من نقل البضائع من وإلى خارج المحل. مواطنين آمنون ويشاركون الجهات الأمنية والأسايش في حفظ الأمن. حتى في الليل يأتي أناس إلينا نسلم عليهم وأطلب منهم الجلوس للاستراحة، ولا أتصور بأنهم ينون لمشكلة، ونقوم بالتعامل معهم بشكل طبيعي دون خوف. نحمل أكياس من العملات ونشارك في الشرب والأكل معا دون حذر، ويضعون المبالغ النقدية في أيديهم. يرفضون في بعض الأحيان وضع أموالهم في أكياس نظرا لوجود الأمان الكبير في دهوك. ويأمل زائرو محافظة دهوك القادمون من محافظات عراقية أخرى بأن تشهد مدنهم مثل هذه الأجواء التي تشير بشكل حتمي إلى ازدهار قريب لعروس الشمال. ختام هذه النشرة وتذكير بالعناوين. أربيل تثمن جهود عبد المهدي بحل القضايا العالقة وتؤكد يقوم بدور وطني. واشنطن تتراجع عن مساعيها لتغيير نظام إيران، وطهران تتهمها بزعزعة الأمن. حكم عراقي رابع على فرنسي بالإعدام بتهمة داعش، وباريس تعلق على القرار. صالح يؤكد دعمه لجهود المرعيد في إعادة الموصل لدورها الوطني والريادي. الفلوجة .tv للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، إلى اللقاء.